السابع عشر من أبريل من كل عام يحيي الفلسطينيون يوم الأسير لتسليط الضوء على مأساة آلاف الأسرى الذين يقبعون في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي. وككل عام جاب الفلسطينيون العديد من المدن والبلدات بمشاركة حاشدة من أهالي الأسرى وسط دعوات إلى نصرتهم وتجديد المطالبة بحريتهم. رسالتنا لأسرانا وأسيراتنا في يوم الأسير الذي يترافق مع انتهاء إضراب الأسرى عن الطعام ويتزامن أيضا مع اشتداد الهجمة لمصلحة السجون على أسرانا وأسيراتنا، نقول بأن شعبكم معكم، أسراكم أسيراتكم المحررات معكم، وبأننا سننقل معاناة أسرانا وأسيراتنا وانتهاكات الاحتلال بحقهم إلى العالم الخارجي حتى ينالوا حريتهم، وهو المطلب النهائي والحقيقي لأسرانا وأسيراتنا. وفي ميدان الشهيد ياسر عرفات وسط مدينة رام الله احتشد أكثر من 1000 فلسطيني حاملين الأعلام ولافتات داعمة للأسرى، كما حمل أهاليهم صور أبنائهم، ثم جابوا بمسيرة كبيرة شوارع المدينة. وبهذه المناسبة قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له إن نحو مليون حال مروا بتجربة الاعتقال منذ عام 1967، ولفت إلى أنه منذ بداية عام 2019 وحتى نهاية شهر مارس الماضي اعتقلت سلطات الاحتلال 1600 فلسطيني، بينهم 230 طفلا و40 امرأة.